كنبغي نشكر الجماهير على الدعم ديالهم، والحمد لله الماتش ما كان سهل، الماتش كان صعيب سيرتو مع فريق اللي منظم. الحمد لله هذه هي كرة القدم، والحمد لله فرحنا الجمهور ديالنا اللي جا ساندنا كتافه. كنبغي نشكرهم بزاف حيت راك عارف دابا رمضان والناس كيفطروا مساكن في التيران، لا سوليوشن اللي عندنا وكان الحل الوحيد اللي عندنا هو نعطيوهم هاد الكاليفيكاسيون باش ان شاء الله نشوف فرحانين دورهم ان شاء الله. خاصك تكون مستوى مكاش اليوم كبير، مستوى كبير. واه شوف راه ما يمكنش تكون اي ماتش خصك تماركي خمسه، راه هذه الشامبيونز ليغ وهذه هي كره القدم، وربي وفقنا الحمد لله ودزنا لو بلوز امبورطون هو دوز دومي فينال. الله يحفظك خويا، الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحفظك خويا. مايور غارديان سي نورمال حيت هذه كره القدم، وكما قلت لك الفريق اللي لعبنا معاه كان فريق منظم ماشي فريق اللي سهل، دونك حتى هو عنده تاريخ، حتى هو عنده جمهور ديالو وداك الشيء، دونك الحمد لله ربي وفقنا ليه ولكنا ب 1-0. كنا عارفين مليار في المية كل ماتش الماتش غوتور ما يكون سهل، فوالا استطعنا الحمد لله نحافظوا على ذاك الهدف. واش كتوعدوا الجمهور الوداد؟ كنوعدهم ان شاء الله بجميع الالقاب اللي لاعبين عليهم ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.